لان السياسيين راهو كراكم الشعب، ما عادش جوفك البلاتويات بالليل، ما عادش تور وجوهكم، يراو كراكم وفضكم الشعب، وشوفوا خدمه خويا، برا دبر خدمه على روحك، شوف حاجه اخرى، وسيبونا خويا خل تنفسوا في هالبلاد، كرهتوها الشعب هذا يحب يهز من هالبلاد، عليه هزوا انتوما وسيبونا. برا رجع لانجلتير وخلينا خويا رايدين مكشيخ غادي في لانجلتير وسيبنا خويا، خلينا نحن توانسة ونفهموا بعضنا راهو عايشين في هالبلاد هذيا، ما هاجرناش وما هربناش كيما سيادتك انت خرجت قلت انا هارب ونحارب على قضية، انا قضية تحارب عليها، ما عندك حتى قضية تحارب عليها، جيت كبيت لنا سعد، انا سعدي مكبوب من قبل وزدت جيت انت زدت كبيت لي سعدي اكثر واكثر. راني نخدم في البلدية، راني ناكل كرد سكور عرفتها، يهزوك برا بالبلدية، برا نمشي نخدم شوية في المكتب وزارة التربية، برا نمشي شوية مع وزارة التجهيز، برا نمشي مع الثقافة، معناها يكوروا بيا، ماش معناها الدولة ما تطيحش وتبقى ديما المؤسسات قايمة كل شيء، شكون قايم بها؟ قايمين بها عمال الحظاير هذوما اللي تخلصوا فيهم بالتشغيل هذايا بال 420 دينار، يسووا لهم وضعيتهم، إلى متى باش يقعدوا هكا؟ عليه؟ مش حرام عليكم؟ برا يا خويا شوف لنا حل، فيسع زاد، إيش مازال فيه العمر؟ أنت ساكن برا وساكن في الجبانة. خاطرف عليك بكل شيء. منير كريم، عمري 57 سنة، أنا زاولت تعليمي الثانوي للسنة السادسة الثانوي، وتوا حاليا نخدم في بلدية جديدة ولاية منوبة، عامل حظيرة منذ 2011، وإحنا توا معناها المشكلة نتاع هذا الملف عمال الحظاير شائك وما لقاولهوش حل، لكن هما في الأخر لقاو حل، بداوا عملوا اتفاقية مع الاتحاد العام التونسي للشغل، كانوا باش يسويوا وضعية لأعمارهم أقل من 45 سنة، بينما اللي فاتوا أعمارهم 45 سنة كانوا باش يخرجونا معناها باش يطردونا ويعطونا 20 مليون، لكن احنا ما وقفناش، احتجينا وقت اللي صارت الاتفاقية في 20 أكتوبر 2020 مشينا عملنا وقفات احتجاجية في القصبة في باردو، ولكن انصفنا هيك البرلمان المنحل هذاك اللي حلوا السيد الرئيس عملوا لنا قانون استثنائي، قانون استثنائي هذايا يخول لنا باش يندمجونا في الوظيفة العمومية اللي اعمارهم تتراوح من 45 55 سنة، ووافق عليه البرلمان قبل ما يتحل بطبيعة، وبعثوا للسيد الرئيس وصح عليه وهبطنا في الرايد الرسمي، ولينا قانون 27 هذا معناه يلزم يتفاعل، لكن وقت اللي مشينا مرانا وقت اللي مشينا نحكيه مع رئاسة الحكومة قالت لنا الدولة ما عندهاش فلوس ما عندهاش موارد مالية، معناها يلزمكم تنتظروا وتستناو. ملفكم اليوم وين وصل؟ لقيتوا شي حل؟ انتوما قداش من واحد قبل كل شيء؟ قرابة 15,000. ملفكم من وصل؟ الصغار وبالكبار، الصغار والكبار يمكن 45,000. 45,000. انتوما المطلب نتاعكم طالبين ادماج معناتها؟ اي معناها تسويه الوضعيه، نحن منتدبين من 2011 لكن ما سولناش وضعياتنا. قاعدين يخدموا فينا بك التشغيل الهش، معناها حتى التغطيه الاجتماعيه اعطي تصورش اعطيني كرني نتاع دواء قدام الناس الكل يا عالم اسمع، اعطيني كرني نتاع دواء مكتوب عليه يوفى 2024، بينما تو انا عندي عمليه باش نمشي نعمل عمليه، وقت مديت لهم الكرني هذايا قالوا لي راه مش قاعدين يصبوا عليك، عليه مش يصبوا عليك، قال لي هذاك هو، مشيت للمدير قال لي هذاك هو برا امشي شوف رئاسة الحكومة شوف الولاية برا قول لهم يصبوا عليك باش تنجم تداوي به، وليت نداوي بالفلوس مع ياخذوا عليا معناها 100%، وهذاك هو انا قاعدين نستنوا قال لك تو نرجلوا لكم تو نرجلوا لكم تو انتظر، معناها قال لك الدولة فالسة ما عندناش فلوس، معناها الخزينة فارغة وانا قاعدين خويا نستناو حتى شي يفرج علينا ربي. انت بكري قلت لي انا عمري 57 سنة وتوا رسموني ما فهمتش فاش يستناو. اي مانيش فاهم انا، وقتاش باش نندمج؟ وقت نمشي للجبانة
ايش مازال فيه لعمرتي؟ عمري 57 سنة. راي عائلات باش تتشرد راي. راي عائلات عندهم اولادهم يخريوا فيهم، فما شكون يخري في ولده في الجامعة؟ باك ال 420 دينار، هاك زوز فرنك هذاك. قداش هما الشهرية نتاعكم؟ الشهرية نتاعكم قداش عمل الحضارة؟ 420 دينار. 420 دينار كان قسموها كري وماء وضوء ومصروف صغار. لا حد شيء. المهم تخلص بها الكري وتقعد لا تاكل لا تشرب لا حد شيء. تخلص بها الضوء تقعد معناها تدبر تقطع شعرك هكا وتقطع تندب خدودك هكا وكاهو وبعد تعطي كف لروحك هكا وكف لهنا وكاهو. لطف عليك قبل كل شيء منك. نحكيو على 420 دينار، شنو هي 420 دينار؟ شنو باش تعمل سامحني؟ انا تو المشكلة في الدولة شكون يمثلها الدولة؟ ما يمثلوها النخبة نتاعنا السياسيين هذوما. تينا السياسيين راهو كراكم الشعب. ما عادش تجوا فك البلاتوات بالله ما عادش توروا وجوهكم. يراو كراكم وفضكم الشعب. قال لكم خلينا قيس سعيد حطيناه السيد الرئيس هذاك حطيناه رئيس وخليه يعمل فيها ما ولاه. وانتوما برو شوفوا على رواحكم شوفوا خدمة اخويا برا دبر خدمة على روحك. شوفوا حاجة أخرى وسيبونا اخويا خل تنفسوا في هالبلاد. كرهتوها الشعب هذا يحب يهز منها البلاد. عليه هزوا انتوما سيبونا تخرجوا انتوما تو نرتاحوا نحن. تو ترجع الحليب موجود الزيت موجود كل شيء موجود. ابعدونا انتوما برك ياسر تعبت. طيبت انا طلع لي الدم انا تو مريض بالدم. مشيت باش نعمل عمليه دخلوني لبسوني هيك الروبه الزرقاء وسيب باش يعملوا لي عمليه جابوا لي الدم يقول 19 عمره ما طلع لي الدم 19. قالوا لي برا خويا داوي روحك على الدم باش من بعد نعملوا لك عمليه. انا باش نمشي خويا تو نشري الدواء فهمتني ونطيح الدم باش يعملوا لي عمليه على الفتق. ما سامحني مريض عندك الفتق وتخدم معناتها في الحظيره ونعرف الحظيره معناتها نقول لهم معناتها عمال شاقه معناتها في الدوله راهو اخزر راني نخدم في البلديه راني ناكل كيكرود سكور عرفتها يهزوك برا بالبلديه برا نمشي يخدم شويه في المكتب وزاره التربيه برا نمشي شويه مع وزاره التجهيز برا نمشي مع الثقافه معناها يكوروا بيا ماش معناها الدولة ما تطيحش وتبقى ديما المؤسسات قايمة كل شيء، شكون اللي قايم بها؟ قايمين بها عمال الحظاير هذوما اللي تخلصوا فيهم بالتشغيل هذايا بال 420 دينار، يسووا لهم وضعياتهم إلى متى باش يقعدوا هكا؟ عليه؟ مش حرام عليكم؟ برا خويا شوف لنا حل فيسع زاد. إيش مازال فيه العمر؟ أنت ساكن برا ساكن في الجبانة. إيش مازال فيه العمر؟ ماذا عمرت؟ إيه يرحم والديكم وبارك الله فيكم والسلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. بالرغم الأزمات هذه الكل لازمت نعيشوا فيها الكل، الموت التونسي ديما يحب الشيخات والتفرهيد ويحب الضحكة وهذا أكبر دليل اللي كنت بالرغم الأزمات تعيش فيها الضحكة مازالت موجودة في فم. تسال فيها العباد تضحك تي تمشي جامعة فوق الأرض تشوف في الظلام الدامس ما تشوفش حتى هكا بصيصة كامل. شكون السبب؟ هكا سياسيين هذوك أكل السياسيين يبعدونا يا أخوي. أنت تشوفي بصيصة أمل ولا؟ ها؟ أما بصيصة أمل تشوفيه أنت تو ولا؟ بصيصة نتاع أمل يبعدونا هاك السياسيين هذوكم كلهم وسيبوا خلي السيد الرئيس يخدم على روحه. نختم معاك أنا بلعبة صغيرة، باش نعطيك خمسة أربع شخصيات بارزة في البلاد وأنت شنو الرسالة نتاعك تحب توجهها لهم واغزر لي لهنا الكاميرا نبدالك الوجه الأولاني شنو تحب تقول له؟ أرجع لانجلتير وخلينا خويا رايدين ماك شيخ غادي في لانجلتير وسيبنا خويا خلينا نحن توانسه تو نفهموا بعضنا راهو عايشين في هالبلاد هذه ما هاجرناش وما هربناش كيما سيادتك انت خرجت قلت انا هارب ونحارب على قضيه انا قضيه تحارب عليها ما عندك حتى قضيه تحارب عليها جيت كبيت لنا سعدي انا سعدي مكبوب من قبل وزدت جيت انت زدت كبيت لي سعدي اكثر واكثرين. الطبوبي شنو تحب تقول؟ الطبوبي هذاك امين العام هذاك قولوا زاد يرتاح زاد سايب علي عليه الاتحاد هذا شتتني الاتحاد انت يا اتحاد انت طردتني وقتها عملت اتفاقيه سويت وضعيه الصغار والكبار ذبحتهم ذبحان. اي رئيس الجمهوريه شنو تحب تقول؟ سيد الرئيس انا معك واصل والى الامام الى الامام الى الامام وما يهمك حتى في حد انا سياسيين راهو كراكم الشعب ما عادش تجوا فك البلاتوات بالله ما عادش توروا وجوهكم يراو كراهكم وفضكم الشعب وشوفوا خدمه اخويا برا دبر خدمه على روحك شوف حاجه اخرى وسيبونا اخويا خل تنفسوا في هالبلاد كرهتوها الشعب هذا يحب يهز من هالبلاد عليه هزوا انتوما سيبونا. برا ارجع لانجلتير وخلينا اخويا رايدين ماك شيخ غادي في لانجلتير
وسيبنا خويا، خلينا نحن توانسه تو نفهموا بعضنا، راهو عايشين في هالبلاد هذيا، ما هاجرناش وما هربناش كيما سيادتك انت خرجت قلت انا هارب ونحارب على قضيه، انا قضيه تحارب عليها، ما عندك حتى قضيه تحارب عليها، جيت كبيت لنا سعد، انا سعدي مكبوب من قبل وزدت جيت انت زدت كبيت لي سعدي اكثر واكثر.